تقول كمالا هاريس: ستكون أرواحنا بخير عندما يعرف الناس أنه يمكنهم إطعام أطفالهم، عندما يعلمون أنه يمكنهم الحصول على وظيفة تسمح لهم بالشعور بالكرامة، وليس فقط دفع الفواتير بحلول نهاية الشهر، والكرامة حيث يعرفون أنهم يعيلون عائلاتهم ويخلقون مساراً لإمكانياتهم المستقبلية. معالي الرئيسة، في الحقيقة أنا أتساءل عن الدافع وراء هذا المشروع غير الموفق الذي يسحب بعض مكتسبات المواطنين، ونحن في وضع لا يحتمل مزيدا من الأعباء. فإن تقييد الشركات الوطنية وإرغامها على تغيير سياستها المالية بطرق غير دستورية سيخفض مزايا المواطنين الكرام من الموظفين في تلك الشركات، وسيبطئ عملية تحسين مستوى المعيشة للمواطن البحريني بعكس ما تنشده رؤية البحرين 2030. لأن نحن في حاجة إلى أن نحرك المهام الراكدة باتجاه استعارة كل فلس في الدولة لميزانية الدولة ولمصلحة الناس. أما الكلام عن حليب وأحلام الأطفال وكمالا هاريس فهذا لا يعنينا في هذا المجلس. ليست كمالا هاريس هي المثال، إحنا يعنينا حليب الأطفال أن تعاد هذه الإيرادات للدولة. أما كمالا هاريس وغيرها فهم يسرقون شعبهم، يتعاملون شعبهم، لا نعطيهم مثال ولا هم ليسوا بمرتبة غاندي يعني.